عزيز أخنوش يقرر معاقبة الأساتذة المضربين. تفاصيل مثيرة في هذه الحلقة. قبلة حميمية من عريس لعروسه المغربية تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي. فيلم ميرا النوري مع قاصر يتسبب لها في مشاكل قد تنهي مسيرتها الفنية. مدرسة بلباس مثير في مدرسة خاصة بالمغرب يثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي. سيمو السدراتي وسط موجة من الانتقادات بسبب كبسولة ساخرة، وربيع القاطي يسأله ما هذا الانحطاط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية دائما. وقبل بداية كل حلقة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبدو أن استمرار الإضراب بقطاع التربية الوطنية للأسبوع 13 على التوالي، رغم تواصل الحكومة لاتفاق مع النقابات التعليمية في العاشر من دجنبر الجاري، دفع الوزارة لتنزيل بعض العقوبات غير المباشرة على الأساتذة المضربين. وفي هذا السياق شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سحب تراخيص الممنوحة للأساتذة العاملين بالتعليم العمومي المضربين التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة. ووجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بمديونة مراسلة تحت الرقم 23508 تتوفر إلى مديري المؤسسات التعليمية تخبرهم بقرار يهم إلغاء جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم. وأوضح المدير الإقليمي في مراسلته أن جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي من أجل القيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2023-2024 تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023. وكان لافتا في آخر فقرة من هذه المراسلة أن إلغاء التراخيص المذكورة سيشمل فقط الأساتذة المضربين، حيث أخبرت المديرية الإقليمية المذكورة المدراء أن إمكانية الحصول على ترخيص جديد ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية، ما يعني أنها ممنوعة على الأساتذة المضربين. ولم يقتصر هذا الأمر على مديرية واحدة، إذ أخبرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية مدراء المؤسسات بنفس القرار، ما يوحي لمتتبع الشأن التربوي على أن القرار معمم من طرف الوزارة على جميع المديريات الإقليمية. مصدر تربوي من التنسيقيات المضربة تحدثت لأحد المواقع الإلكترونية وفضلت عدم الكشف عن هويتها للعموم. أكدت أن هذه الخطوة تلجأ إليها الوزارة دائما عندما يكون هناك إضراب ناجح بالقطاع، حيث تعمل الوزارة على منع الأساتذة المضربين من الاشتغال بالخصوصية. وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق جديد تم توقيعه يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري. نشرت أحد المواقع الإلكترونية تفاصيله سابقا، والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بأطر الأكاديميات المتعاقدون والموارد البشرية من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بموظفي قطاع التربية الوطنية. وجاء ذلك بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم تعاقد التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي أيام 19 و20 و21 و22 من دجنبر الجاري، رفضا للنظام الأساسي ومطالبين بسحبه بشكل نهائي، معتبرين أنه لم يجب على انتظاراتهم، وهو ما ذهبت إليه نقابة التوجه الديمقراطي بتمديدها للإضراب ليصبح 4 أيام بسبب ما قالت إنه عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار. وضعت
شاب مغربي وخطيبته نفسهما في موقف محرج جدا أمام الملأ وبإرادتهم طبعا، حينما نشر صورة من الخطوبة يوثقان تقبيل بعضهم البعض بطريقة مشينة. فقد تداول رواد السوشيال ميديا صورا للعروسين وهما يوثقان قبلة حميمية يوم الخطوبة غير آبهين بالحضور من العائلتين، بل وزادت الوقاحة عن حدها حينما شاركا الصورة معا على حسابهم قبل أن تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة خلقت ضجة كبيرة وفتحت باب النقاش على خلفية بعض العادات الدخيلة على المجتمع المغربي والتي تدخل في إطار التقليد الأعمى للغرب. أصبحت العراقية ميرا النوري تتصدر الترند مع كل فيلم تصوره، خاصة بعد وقوعها في براثين صناع الأفلام الخادشة بالولايات المتحدة الأمريكية، مستغلين أصولها العربية ولغتها قصد جلب المزيد من المتابعين العرب لمثل هذه الأفلام. وأحدث فيلم صورته ميرا النوري كان غير تماما، حيث وصلت الجرأة بصناع الإباحة أن اقترحوا عليها تصوير فيلم خادش مع قاصر أمريكي، مما أثار جدلا واسعا. تدخلت إثره السلطات الأمريكية لوقف بثه وفتح تحقيق في الموضوع. وكشفت مصادر متطابقة أن الشرطة فتحت تحقيقا مع ميرا بسبب الفيديو، كما أن الواقفين وراءها تنكروا لها وأكدوا أنها هي من تختار الشخصيات التي تمارس معها في الأفلام. ملخص عن السيرة الذاتية لميرا النوري: هي بلوجر وممثلة وصانعة أفلام وراقصة محترفة عراقية الجنسية، وإليكم أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية والمهنية. ولدت ميرا النوري في إحدى المدن الريفية في العراق سنة 1997. تزوجت ميرا النوري أول مرة في العشرينيات من عمرها، ثم سافرت مع زوجها للسكن في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم تطلقت ميرا النوري للمرة الأولى وتزوجت من شاب عربي وأقامت معه في الولايات المتحدة، لكنها لم تنجب أي أولاد منها. بعد ذلك تطلقت ميرا للمرة الثانية وتزوجت من شاب مجهول الجنسية، لكنها لم تنجح في هذه العلاقة أيضا، إذ تطلقت مجددا بعد زواجها بفترة قصيرة. هذا وعانت ميرا النوري من المشاكل والأزمات الاجتماعية بعد فشلها في الحفاظ على أي من علاقاتها الزوجية. ثم وقعت ميرا النوري ضحية لصناع ومروجي أفلام الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين تمكنوا من النيل منها بعد التخبطات الحياتية التي كانت تعاني منها. ونتيجة لذلك تم إشراك ميرا النوري للتمثيل في عدة أفلام خادشة للحياء، ما أدى إلى استنكار وغضب شديد من الجماهير العربية. هذا وتعتبر ميرا النوري من أصغر الفتيات العراقيات والعربيات اللواتي يدخلن في مجال صناعة أفلام للكبار فقط على الإطلاق. انتشر مقطع فيديو لشابة بلباس مثير أثناء تقديم درس في إحدى المدارس الخاصة بالمغرب، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمقطع وتلتها تعاليق وتأويلات بين مؤيد ومعارض لهذا المشهد المثير للجدل. وحسب التوثيق تظهر شابة من المرجح أن تكون تلميذة، عكس ما يدعيه ناشرو الفيديو بكونها أستاذة. تظهر بلباس مثير ومستفز يكشف تفاصيل شكل مناطقها الحساسة ويتشرح أحد المواد الدراسية. وبالرغم من لباس الفتاة المتمثل في السروال، إلا أنه بدا لاصقا على جسمها مما كشف عورتها. تعليقا على هذا الفيديو والفتاة بلباس مثير، البعض عبروا عن معارضتهم لهذا النوع من اللباس الذي اعتبره العديد منهم على أنه لباس غير محتشم ولا يجوز أخلاقيا أن يتم ارتدائه بالقسم أمام التلاميذ المراهقين، وطالبوا في حملة على منصة الإكس بوضع حد لمثل هذه الظواهر التي تعرفها المدارس الخاصة، على اعتبار أن الحرية الشخصية في اللباس لا يجب أن تتعدى المعقول. وجد اليوتيوبرز المغربي محمد سدراتي المعروف بسيمو السدراتي نفسه وسط موجة من الانتقادات عقب فيديو له تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وعمد سدراتي للتطرق لموضوع اعتبره أغلب المعلقين تافها وقلة أدب، حيث تقمص دور شخص وسط اجتماع عمل وجاء دوره لشرح نقطة مشروعه ليشعر بمغص ورغبة في الدخول للمرحاض، وخاض في حوار داخلي تخيلي لتأخير الرغبة في قضاء حاجته المليحة لبعض الدقائق.
وبعد الانتهاء من المونولوج عاد للاجتماع واستأذن من الحاضرين، ورغم إسراعه بالخروج أطلق الريح بصوت مسموع ووجد نفسه في وضع جد محرج. وبتشخيص السدرات لهذا الموقف وتجسيده لها انهالت الانتقادات التي كان أبرزها تعليق الفنان المغربي ربيع القاطي والذي كتب: ما هذا الانحطاط يا أخي، سقوط مذوي، سألغي المتابعة فورا. وعويد على السدرات تقديم محتوى كوميدي ساخر والتطرق لمواضيع بطريقة هزلية يستحسنها متابعوه وينوهه بأسلوبه، غير أنه لم يكن موافقا في هذا الفيديو حسب تعليقات متابعيه. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.